لله وإنا إليه راجعون. قال ثم توجه نحو القوم وقال يا ويلكم على ما تقاتلوني، على حق تركته أم على سنة غيرتها أم على شريعة بدلتها؟ فقالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. فلما سمع كلامهم بكى وجعل ينظر يمينا وشمالا فلم يرى أحدا من أنصاره إلا من صافح التراب جبين ومن قطع الحمام أنينه. فنادى يا مسلم بن عقيل يا هاني بن عروة يا حبيب بن مظاهر يا زهير يا يزيد بن مظاهر يا فلان ويا فلان يا أبطال الصفا ويا فرسان الهجاء ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أأنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم عن إمامكم الحسين فلا تنصروا. هذه نساء الرسول لفخذكم قد علاهن فلا تجيبوا. هذه نساء الرسول لفخذكم قد علاهن النحول فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم رسول الملك معلوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ثم حمل على القصر فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أنشأ يقول قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكرس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس نصروا الحسين فيا لها من فدية عافوا الحياة وألبسوا من سندس. قال ثم حمل على القوم بمهجته الشريف روحي وأرواح العالمين له الفدا حملة منكرا وفرقهم وقتل منهم 500 فارس ورجع إلى الخيمة وهو يقول كفروا القوم وقد من غضبوا عن ثواب لا رب الثقلين حنقا منهم وقالوا إننا نتبع الأول قدما للحسين. يا لقومي من أناس قد بغوا جمعوا الجمع لأهل الحرمين لا لشيء كان مني سابقا غير فخري بضياء الفرقدين بعلي الطاهر من بعد النبي والنبي الهاشمي الوالدين خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيرتين والدي شمس وأمي قمر فأنا الكوكب وابن القمرين فضوة قد صفيت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين ذهب من ذهب في ذهب ولجيل في لجيل في لجيل من له جد كجده الورى. الله أكبر. أو كشيخي فأنا ابن العالمين أمي الزهراء حقا وأبي وارث العلم ومولى الثقلين جدي المرسل مصباح الدجى وأبي الموفى له بالبيعتين خصه الله بفضل وتقى فأنا الزاهر وابن الزاهرين أيد الله بطهر طاهر صاحب الأمر ببدر وحنين ذاك والله علي المرتضى ساد بالفضل جميع الحرمين
عبد الله غلاما نافعا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعز معا وعلي قائم في القبلتين مع رسول الله سبعا كاملا ما على الأرض مصل غير دين ظهر الإسلام رغما أظهر الإسلام رغما للعداء بحسام قاطع ذي شفرتين تارك اللات ولم يسجد لها مع قريش لا ولا طرفة عين قاتل الأبطال لما برزوا يوم بدر ثم أحد وحنين ترك الأصنام مدحضة ورقى بالحمد فوق المنبرين فله الحمد علينا واجب ما جرى بالفلك إحدى النيرين وأباد الشرك في حملته برجال أترفوا في العسكرين وأنا ابن العين والأذن التي أذعن الخلق لها في الخافقين نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين ثم جبريل لنا سادسنا ولنا البيت ورب المشعرين وركن المشعرين وكذا المجد بنا مفتخر شامخا نعلو به في الحسنيين عروة الدين علي المرتضى صاحب الحوض معز المؤمنين يفرق الصفان من هيبته وكذا أفعاله بالخافقين والذي صدق بالخاتم منه حين ساوى ظهره في الركعتين والذي أرجى جيوشا أقبلوا يطلبون الثار في يوم حنين شيعة المختار طيبوا أنفسا فغدا تسقون من حوض اللجين فعليه الله صلى ربنا وحباه تحفة بالحسنيين قال ثم حمل على القوم وكشفهم عن المشرع ونزل إلى الفرات وقال الفرس عطشانا فلما أحس ببرد الماء أرسل رأسه ليشرب فكره أن ينقص عليه شرب فصبر حتى شرب الفرس فمد يده ليشرب وإذا بصايح يقول يا حسين أزلك خيمة النساء فإنها قد وتكت فنفض الماء من يده وأقبل إلى الخيمة فوجدها سالمة فعلم أنها مكيدة من القوم فرجع إلى الماء فحالوا بينه وبين الماء فأنشأ صلوات الله عليه يقول فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أعلى وأجل وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة سعي المرء في الرزق أجمل وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل وإن تكن الأبدان بالموت أنشئت فقتل الفتى بالسيف في الله أفضل عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم اليوم أرحل أرى كل ملعون كفور منافق يروم فزاد جهله ثم يعمل لقد غرهم حلم الإله وإنه كريم حليم لم يكن قط يعجل لقد كفروا يا ويلهم بمحمد وربهم في الخلق ما شاء يفعل
عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون. قال ثم حملا صلوات الله عليه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى قتل منهم خلقا كثير. فلما نظر الشمير عليه اللعنة إلى ذلك أقبل إلى عمر بن نعم فقال أيها الأمير إن هذا المجال يفنين عن آخرنا مبارزة. قال كيف نصنع به؟ قال نفترق عليه ثلاث فرق: فرقة بالنبال والسهام، وفرقة بالسيوف والرماء، وفرقة بالنار والحجارة. نعجل عليه فجعلوا يرفقونه بالسهام وإماما وحسينا ويطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيوف حتى أسخنوه بالجراح. قال واعترضه خولا لعنهم وبسهم فوقع في لبته فأرجع صنيعا على إلى الأرض يخور في دمه. وروي أن السامور معه أبو قزامة العامري لعنه الله فجعل ينزع السهم بيده ويتلقى الدم بكفيه ويخفف به لحيته ورأسه الشريف.